أنا رجاء صندوق قوام القدس، أنا مسؤول عن إطلاق مدفع رمضان اللي صار لي 30 سنة أنا بطلق مدفع رمضان. ورثت عن والدي الحاج يحيى صندوق. مدفع رمضان هو إرث إسلامي موجود في مدينة القدس من العهد التركي. أول ما وجد مدفع، أول ما وضع المدفع في فلسطين هو في العهد التركي، وكان في معظم المدن الفلسطينية ينطلق مدفع رمضان، بس مؤخرا الاحتلال قدر يوقف كل هاي هذا. بس احنا بالقدس ظلينا محافظين على هذا الاثر اللي ورثناه من اجدادنا من والدي. طبعا المدفع القديم التركي اللي كان موجود كان يستعمله جدي موجود حاليا في المتحف الاسلامي في المسجد الاقصى. وفي العهد التركي في العهد الاردني تم استبداله، اخذوه وحطوه في المتحف واعطونا هذا. من هذاك الوقت لليوم احنا بنستعمل هذا. طبعا مدفع رمضان معروف، ومدفع اللي يدل الناس على موعد الافطار والصبح على موعد السحور وموعد الامساك، يعني امتى يقدر يبدا ياكل امتى يوقف عن الاكل. انا استلمت مدفع رمضان تقريبا من 30 سنه، اخذته من والدي. احنا بالقديم كنا نتناوب انا واخواني على اطلاق مدفع رمضان، وفي يوم من الايام اجوا الاحتلال اعتقلوني انا واحد من اخوتي، لانه بحجه انه اللي باسمه التصريح لازم هو اللي يطلق المدفع. طبعا احنا شباب مش معقول ان يترك ابونا الزلم الختيار هو اللي يستعمل المدفع هنا. لا، فنقلت المدفع لاسمي. هذا الحكي من 30 سنه، من 30 سنه لليوم انا المسؤول عن اطلاق مدفع رمضان في القدس. زمان كنا نستعمل ماده البارود نحطها فوحة في المدفع ونسكرها بقطعه من القماش ونسكر النفس عليها تماما، وبالنهايه في فتحه بالمؤخره المدفع كنا نولع البارود من تحت وبنصير عمليه الانفجار. طبعا في الانتفاضه الاولى منعوا تصنيع ماده البارود، فبالتالي ما فيش مدفع. وخلال محاربتنا واصراري لانه اظن محافظ على المدفع، قدرت انا وياهم نتوصل لحل انه نستخدم قنابل الصوت. فانا ما عندي مشكله شو الماده اللي بيستخدمها، بقدر ما انا معني انه اظن محافظ على هذا الارث ينطلق في مدفع نفسه.